الشمر والدموع ونركض ورا الأهار وعنا الفرح ممنوع مكتوب فوق العين نبكي جمر ودموع نركض ورا الأهار وعنا الفرح ممنوع ليش السعادة يا زمن مو لكل الناس ليش السعادة يا زمن مو لكل الناس ونحن بظلام الليل عتمة وقلب مفجوع يا ظلمة ما كبرت كبرت معك أهاتنا يا جور مهما جرت وتجرحت دمعتنا يا ظلمة ما كبرت كبرت معك أهاتنا ويا جور مهما جرت وتجرحت دمعتنا أكيد تمحي الفرح تمنع صدى ضحكاتنا دبر حاله. كيف؟ ما قال لي. طمنتيني عليه، فرحت له. باقي نحن. لا، أنت ما بنخاف عليكي، بتظبطي أمورك. وأنا سعري بسعر أخوكي، بدبر حالي. ما فهمت. يعني أنا من هلا ورايح رح أشتغل لحالي. بمصاريي أنا. مصاريك؟ ايه مصاري يعني صار لي كذا سنه عم نحب الشغل ما لازم يكون معي مصاري طبعا طبعا بعدين انا صار لازم اقوم بمهمتي كزوج زوج بيعتمد على حاله مو على اموال مرته طبعا انت كتر خيرك وقفتي جنبي وساعدتيني انا لولاكي يمكن كنت لهلا موظف صغير بدائره صغيره وراتب اصغر بس كمان يا روحي انت لازم تفرحي لي وقت بستقل عنك ما هيك؟ لانه استقلالي عنك هو سبب نجاحي ونجاحي انت اللي عملتيه سامي سامي نحن مو خصمين نحن زوجين يعني المفروض نكون ملتصقين ببعض مو مستقلين عن بعض مظبوط يا روحي نحن ملتصقين ببعض كزوجين بس بالامور الماليه الوضع بيختلف والدليل انه املاكك لهلا مسجله باسمك يا سامي أنا مو عاطيتك وكالة فيها مظبوط يا روحي عطيتيني وكالة وكالة لدرلك أملاكك مو لشاركك فيها بتحب تشاركني فيها لا روحي لو عندي الرغبة كنتي لمستية فيها من زمان أنا بحب كون ثروتي بعرق جبيني بعدين أنا بحب أنه تكوني أنتي زوجتي ما أكون أنا جوز الست لهجتك اليوم غريبة لا أبدا بيجو وحياتك عادية كثير واصحك تفكيرك ياخذك لبعيد لا انا حبيت قلك كيف عم فكر حبيت كون صريحه كثير معك لحتى ما تتفاجئ بيوم من الايام بس انت فاجئتني يا روحي حتكتشفي مع الايام انه جوزك بيرفع الراس جوزك يا ابتهاج اللي انت عملتيه بتحبي تكملي الفيلم معي Oh, my God.
دحام دحام ابدحام ابدحام غير نومتك طوشتنا لعم شو نايمين بايكي شو أبو هاني لساتك صحيان؟ هاني هيك وهيك نايم صاحي متضايق من الكف اللي ضربك يا شكيب ما بس بتعرف الآغا ما قصر فيه ضربه كف ما رح ينساه طول عمره انت بتعرف انه شكيب ضربني قصدان؟ لا شكيب كان بده يضرب مصباح وعم انتو هيك شفتو انا اجت عيوني بعيونه وهو عم يضربني وليش لحتى يضربك اذا هو عم يتقاتل هو ومصباح هون حطنا الجمال هذا اللي ما عم يخليني اعرف نام شكيب ما عم يصفى قلبه ناحي في شيطان جواته عم يخلي العقد مغروس بقلبه وعاد فكر اني انا زعلان منه او خايف من غدره لا انا زعلان عليه زعلان على حالي يلي ما قدرت لهلا اخليه يحبني او يثق فيني ان شاء الله عمرينهم ليش من وقت شكي هذا واحد تبع مؤامرات ودسائس وجبان هو وصالح اصلا هدول اثنين ما بيقدروا بيحبوا حدا ولا بيثقوا بحدا شو بدك تنتظر منهم بتعرف انت اذا شكيب صفي قلبه وهديت نفسه رح تنتقل العدوى لصالح وصياح وتتغير العيشة بيالقهوش مالك ملاحظ انه هن ثلاثة سبب المشاكل بيالقهوش ولا مزبوط لذلك نحنا لازم نلاقي طريقة نغسل فيها قلوبهم حتى لو اجينا على حالنا شوي مزبوط بس شلون قبل ما تفيق انت كنت عم برتب شغلي بمخي بس لازم حدا يساعدني فيها يعني انا بيمشي حالي انت وكم واحد معك بس على شرط في الصبح بكير قبل ما يفيق شكيب وصالح وصياح وحتى الاغا Thank you.
هلا جينا شباب. ابو الهن بدي اياك ما تزعل لانه الزواج اسمه ونصيب. خطبتها لعتاب؟ مو انا، ابي خطب لي اياها. طيب وابو دياب وافق؟ ابو دياب وافق وبنته. إيه مو مزبوط، لا يمكن يعني. ما بتصدق؟ امشي ندق على ابو عتاب ونساله. صباح الخير عمو هاني. صباح الخير. خير شو في؟ ما في شيء يا ابي، ما في شيء، بس هاني عم يسالني اذا كاني خطبت عتاب ولا لا. ان شاء الله قلت له انك خطبتها؟ طبعا يا ابي طبعا. بقول لك يا ابني انت بجم ما بتفهم؟ طيب ليش بدك اياني كذب عليه؟ لك يا ابني ابو دياب لسه ما قال ايه. لا قال ايه، قال ايه، وبالعلامه شوفه هاي شباك عتاب ما عاد انفتح بنوب مسكر. شوفه، شفته، راقب لي اياه. وتدلل تدلل شايف الرواق مع احسنه؟ شايف شكيبو؟ تعال لك يا شكيب. عمي وهي بوسة اعتذار مني إلك لأنه ضربتك. على راسي لا أغا. منيح هيك؟ بس شكيب ما بأس راس أبو هاني واعتذر منه. أنا صافت حقي وما بدي حدا يعتذر مني. المهم عندي اطلع بوش شكيب وصالح لقيهم متفقين ومتفاهمين ومبسوطين. عمي شكيب وصالح عندي أنا ومعهم صياح كمان وكل القبضايات اللي بالقاووش، ومن هيك ورايح هاد القاووش فقط فقط، ها لاحظ، عن فقط للبسط والانشراح.
هذا كله بهمة عمي أبو هاني. هذا كله بهمة الجميع. أنا وحدي ما بقدر بعمل شيء إذا أنتوا ما بتكون. مظبوط شكيب؟ مظبوط أبو هاني. شكيب قلبه طيب وبيروق أوام، بس المشكلة على مصباح. إيه شكيب اختلف مع أبو سعاد. هو ليش لحط راسه براس شكيب هو أصغر منه؟ شو يعني إذا صغير ما بيفهم بالأصول؟ شكيب غلط وأنا سمعنا مصباح خلاص. إيه ما صدقنا رأية الحالة. إيه لا حياة لمن تنادي. لك واخ مالك حفظة غير هالجملة. إيه هلكتني وانت ولا بتضلك تحرها من اليوم رايح مالك قاعد بهالقوش. أنا رح أقول لمدير السجن وينقلك من هون فهمت؟ عطل سارك. معلش معلش يا أغا ترك لي هالمهمة إلي، أنا بحكي مع مدير السجن. ليش أنت بتعرفه لمدير السجن؟ لا بس هو بيعرفني، بيعرفني منيح. ايوه ما بدكم تفطروا؟ منفطر شو عليه؟ تعالوا شباب. روق صالح روق. شو بلاي عم الستار ما اجى حسب الموعد؟ شو بك مرعوب لهالدرجة؟ وليش بدي ارتعب؟ ما كلنا رجلينا بالفلقة سوا. مو نحن اللي بتنحط رجلينا بالفلقة يا شفيق. يا شفيق افندي يا شفيق افندي، قال لك انه ما تضيع الاوراق بتخنق وخنق. معناته متقل حاله عليك. شو بدي اقول لك سعيد بيك؟ هدول جماعة الآثار ما عادوا اتصلوا فيك؟ لا. آخر مرة تعاملنا معهم وقت اللي صرفنا لهم لوحين الحجر والتمثال. شو يعني بطلوا يشتغلوا بهالشغلة؟ لا بلا عم يشتغلوا. بس سمعت إنه شرطة الآثار متنشطة شوي هالأيام. إيه صلى الله. والله كان يجينا مربح منيح من هون وعن طريقي أنا. لا طمن يا أبو ربحي، ما حيسألوا عن خدماتنا. بس الحرص واجب، مثل ما نحن وقفنا شغلنا هداك مؤقتا كمان هن موقفين شغلهم. ليش عم تضحك يا سيد شفيق؟ عم اضحك لانك قلت وقفنا شغلنا هداك. ايه شو نسيتوا انه نحن وقفنا شغلنا مشان الجنائيه؟ ايه بس الجنائيه ما عادت قربت نحن. وهك تكون شغلت البراد؟ طمان على الخفيف. لك انت جنيت؟ يعني مطلوب مني كم جهاز لاسلكي وهدول بتخبوا بسهولة بقلب البراد. قلت لحالي وصلوا بكرة المساء بيصلوا. وإذا كانت الجنائية عم تراقبنا؟ لك يا أخي شو مالهم شغلة غيرنا؟ بعدين هن شو عرفهم أنه عندي براد عم شغلوا بين هون وتركيا؟ السلام السلام. شو زكي يا فهيم، البراد مسجل باسمك بالمواصلات. وإذا باسمي شو أنا اللي عم سوقه؟ لا يا جماعة، يعني ما رح تساعدوني لأشتري براد وشغله مثل حكايتكم؟ يا حبيبي يا حبيبي. ارفع ارفع
هذا اسمه ضحك على اللحى. دهلزي مصباح لازم علم عليه ولو اخر يوم بحياتي. لك مصباح ولد بدك منه لانه ولد لازم ما يتنفخ على شكيب. لك هو عم يتقوى بشاهر ومطيع، بس لايمتى بده يتم مشاهدين بظهره؟ لايمتى؟ طيب وانا رح ادخلوا الاغا ينقلني من القاووش؟ مو الاغا اللي رح ينقلا، ابو هان. هلا من كل عالكم مصدقين انه مدير السجن بيعرفه لابو هاني؟ ابراهيم السابق سيادة مدير السجن عايزك. يلا العاد ما في حدا بالبيت. بجوز يكون جاي على الطريق يا جماعة، شو بكون؟ سامي بيك أنا قلبي مو مطمن. لا تضوجني شفيق. ايوه إذا أبو ربحي اللي بتضرر أكثر واحد ما عم يحكي شيء. أنا صحيح ما عم بحكي بلساني سامي بيك، بس قلبي من جوا عم ينفض نفض. شكرا سيدي لأنك وافقت على مقابلتي بهالسرعة. أوعك تلمح لتوصية الأستاذ صفوح السيد فيك. طبعا لا سيدي. أنا استدعيتك بسرعة لأنه مسموعاتك بالقاووش كتير منيحة. شكرا سيدي. تفضل تفضل أبو هاني تفضل. تفضل أبو هاني. شكرا. أبو هاني أنا عم أحكي جد. مو بس الحراس بيحكوا عن استقامتك، كمان المساجين بيحكوا بين بعض. شكرا الحمد لله سيدي. الحقيقة أنا يعني ماشي الحيط الحيط وبقول يا ربي السترة، وإن شاء الله بضل هيك لأطلع من الحبس إن شاء الله. لذلك عم فكر تكون أنت المسؤول عن القاووش ومو الآغا. ليش سيدي؟ الآغا رجال معدل وممتاز، بعدين أنا وضعي هيك كتير منيح، وبصراحة يعني أنا عملت جهدي لحتى تفاهمت مع الآغا. بقى هلا اذا بدكم تحطوني انا مسؤول عن القاووش يعني راح تشعل نار ما تنطفي. يعني برايك وضع القاووش مثل ما هو عليه هلا مليح؟ ما فهمت سيدي. يعني ما في تهديدات خنايق مشاكل؟ والله الحقيقه انا يعني طلبت هالمقابله خصوصي مشان هالشغله، يعني لانه هلا في مشكله صغيره انا يعني رايد اعرضها لجنابك، وبعدين إذا بتريد أنت بتسأل القاوش كله وبما فيهم الآغا. مشكلة شو؟ يا سيدي خيالتني شفيق. قسماً بالله إذا عملها لخلي يندم. إذا عملها إذا عملها ندم وما رح يكفي بنوب. يعني ممكن يعملها؟ ما بظن. طيب يا جماعة أنا بتسمحوا لي. لوين رايح سامي بيك؟ بركي إجا هلا؟ لا لو بدي يجي كان إجا. رايح تدور عليه؟ دور عليه. لك يا شفيق شو شايفه ولد صغير؟ خلاص يا أخي إذا ما إجا اليوم بيجي بكرة. لكن لوين رايح انت؟ شوف العينتين. عجبك؟ مين العينتين؟ ابتهاج؟ نعم. وهيك بتكون الشركة صارت ملكك من الباب للباب. لا شفيق ولا مختار ولا برهان ولا حتى السيدة ابتهاج. بالحقيقة ماني عارفان شلون بدي اشكرك. ولو شكرتني كثير. وهذا شكر اضافي. هذا الشيك بتاخذه بكرة بعد ما تتنازل لي عن الشركة حسب الاصول. حقك. ومع الشيك بسلمك الوراق اللي كاتب عليك. وأنا بخدمتك. شغلة تانية، الأفضل بعد ما تعملي التنازل هيك تختفي عن الأنظار شوي،
لأنه حتكتر جلطات حوالي، ومن حلاوة الروح بخاف حدا منهم يأذيك. يأذوني؟ بزعل منك. أهلين حبيبي، مو لا يعرفوا أراضية وين بالأول. أنا برأيي تسافر لبرا شوي لبين ما ينهضم المقلب معهم وتصفى النفوس وتهدى الخواطر. برافو عليك، هذا اللي عم فكر فيه. موعدنا بكرة الساعة 9 الصبح، حتلاقيني على أحر من الجمر عم بستناك. طب بالك صالح، والله وجعتني قلبي صالح. يا شباب خير؟ لك قلي، لك فهمني شو اللي صاير. شو نقلوك يعني؟ تاري أبو هاني مدعوم منيح عند مدير السجن. طيب يا أبو هاني، إذا ما باكل لك جوزة حلقك ما بكون اسمي صالح. لوين نقلوك؟ على قهوش رقم 6، يعني لعن جهاد الأكتع. إيه؟ كتير منيح والله. والله وعملوها الشباب. والأنكى من هيك، ملازم محمود بيقول لي إذا بتساوي أي مشكلة بالقهوش اعتبر حالك بالمنفردة من هلأ. معناها أبو هاني فاسد عليك كتير لمدير السجن. تاري هالأبو هاني مخبى بتيابه. بص إيدي، إذا مو مدير السجن حطوا داسوس علينا. إيه؟ إيه؟ هاي أنا مش الحال نقلوني، بس العطر عليكم أنتوا قاعدين بقهوش واحد. بكرة أي مشكلة بيساووها بروح بيخبر عليكم لمدير السجن وبيقولكم واحد ورا الثاني، مشان يتم هو وشلته. إيه شاهر ومطيع ومصباح. هاي أول الراس عنجلة، أنا نقلوني والآغا حطوه بجيبته الصغيرة. لا صالح، أنت هيك كتير عم تبالغ. إلا شكيب إنه أنا ما عم بالغ وهيك بده يصير. اللي عم يقوله صالح مزبوط. يا حصرتي على الآغا مو تريان بشي يا حيف. إيه والله المي ماشي من تحته وهو مو حاسس. يا حوينة الصحبة، يا حوينة الخبز والملح، شلون بتخلوني ينقلوني وانت عيونكم عم بتطلع علي؟ طول بالك صالح، على كل هالموضوع ما رح يمر هيك. يا سيدي مروا خلاص. شو طالع بيدكم تساووا؟ خاطركم. مع السلامة صالح. يا ابني يا حبيبي، إذا هن ما بعثوا لنا خبر نحن ما بنقدر نتصرف. طيب أمي، هلا أبو دياب مانو بالبيت، روحي لعنده نشوفي عتابه وفهمي منها. بس يا ابني مو حلوة بحقنا منبين هيك إنه ملهوفين. هي أمي نحن ما عم نعمل شي غلط، أنا بحبها لعتاب وهي بتحبني، إمو معقول يجبروها على شي. يا ماما هذا الحكي عم تقلي يا إلي، بس أنا ما بقدر أقوله لأبو دياب. بس هذا حرام يا أمي، والله حرام. حاضر يا ابني، حاضر يا حبيبي، هلا رح البس وروح لعنده. هويلا هويلا هويلا، ويعدمني اياك يعدمني اياك يا هاني. اهلي يا عمي، سلامات. اهلين، خلينا اياك يا رب. سهلين، ربي يوفقك. تمام، الله يخلينا اياك يا عمي. يخرب بيتك هاني، انت مثل والدي عمي، الله يخلينا اياك. عود شوف لك يا عمي، عود. لا عمى، وشو انشف من وش بنته مثل القريص. هوينا هوينا منك يا هاني هوينا. قلت له مع مين انت عم تحكي؟ قال لي معك انت. قلت له معي انا؟ قال لي ايه. قلت له طيب درت وشي هيك وها؟ طيب يا بسعاد يروح. يروح ما تتصدق هاي القصة. شلون؟ لا تتصدق. لا برضه قال هيك وزدته. فتح بيه سربة عميان. مثل ما عم قلكم ابراهيم الصادي حاطوا مدير السجن داسوس علينا، ولك ايه كل شو ما عم بيصير بيناتنا عم بينقل له اياه. بتعرفوا يا جماعه شو معنات هالحكي هذا؟ ايه معناته انه ما
واحد منا لازم يخيط سجن وخياطة تم. هي قرمة آلة يا سيدي. أنا هلأ بستعد أتحركش فيه وأعمل له قتلي وهلأ قدام الحراس. لا 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 زكي. يلا نشوف كله على عود. يلا. يعني أنت ما بدك يا لرشيدي؟ احكي يا بنتي لا تخافي، الشرع بيجبرني إني أسألك وأعرف رأيك. لا يا بي ما بدي إياه. ليش؟ ما بده يكون في سبب؟ يا بي أنت بتعرفه أكثر مني. مظبوط، بس أنت كمان شايفتي قد يصل له مستأجرين عند الدكان، معناته إذا ما بدك إياه بتعرفي ليش؟ يا بي أنا ما بدي شوفته. ليش؟ لأنه مولدان بكره جواز بعقله. بعدين أنا سألت أمك، أمك موافقة وقالت إنه صهر بينحط بالجيبة وإنه أبوه مصرياته مناح وراح يشتري لكم أحلى بيت وإنه البنت شو بدها غير إنه تعيش معززة مكرمة ببيت جوزها. هذا كلام أمك، أما أنا كلامي غير شكل. أنا رشيق ما بتصوره إنه يكون رجال وصاحب بيت، حتى لو أبوه مصر إنه يفتح له بيت فتأكدي تمام إنه هذا ما راح يكون بيت بنتي عتاب. يعني أنت مو موافق؟ لا والله، بس الأصول إني أسألك وأسأل أمك. يعني ما عطيته كلمة؟ لا لسه ما عطيته. شو الشغلة هيك بيعة وشروة؟ اسمعي يا بنتي، صحيح أنا قاسي عليكم بالبيت شوي، بس بتضلوا من لحمي ودمي، وبمسألة الجواز لازم أمشي حسب الأصول، لأنه ما بدي حدا من أولادي بالمستقبل يدي علي ويقول إني أنا ظلمته. الله يخلي لنا إياك بابا. ايه ستي، من قيم رشيق على جنب لانه لا عاجبك ولا عاجبني، بس في ناس تانيين بالحاره طالبينك مني. ناس تانيين؟ ايه. مين هن؟ خالتك ماني، مرته لابراهيم الساده، اجت امبارح هي وبنتها هدى وطلبوك مني لابنهم هاني. هاني؟ هاني احسن من رشيق. ما ما بعرف. يعني مالك موافقه؟ لا قصدي الرأي رأيك. أنت سألت أمي شي؟ يعني نبعت ورا أم هاني تجي تفاهم معك مع أمي؟ أنا بصراحة هاني بحبه كتير لأنه ولد قدع وقد حاله، بعدين هاني كان يدرس ويشتغل ويساعد أبوه، بكفي أنه ترباية أبو هاني. خلص يا بي مثل ما بدك، أنا موافقة. تفضل أستاذ صفوع، هاي موعد جلسات بكرة وبعد بكرة واللي بعده. تعبان شيء استاذ صفوح؟ ابتسام. انا؟ طبعا. من وقت نقاشنا اخر مرة وانا عقلي عم ياخذني ويجيبني، كأني مراهقة، واحد بده يبدا حياته هلا. عن انه نقاش عم تحكي استاذ صفوح؟ عن نقاشنا حول مسألة زواجي. نقاشك يا أنسي فتح لي جروح ما كان لازم تنفتح. ايه بس أنا. أنت قلتي رأيك، بس يمكن لأنه رأيك هو الصحيح حسيت حالي بهالدوامة. يعني مبسوطة كتير؟ طبعا. الله يسامحك. تعرفي أنا مبارح شفت منام عجيب غريب، قال بعني أنا طالع من المكتب لقيت حالي بساحة كبيرة واسعة كأنها صحراء. خفت، صرت أطلع حوالي، بدي حدا أحكي معه وحدا أشوفه. حسيت قلبي سلت مني فجأة، هيك طلعت لقيت بنت طفلة صغيرة بجدايل عم تركض ناحي وهي عم تضحك هيك ومدت لي ايديها. عم تركت انا هيك لحتى يضمها. قامت هربت، فقت حسيت كانه جبل على صدري. اكيد فسرت الحلم. ما هو الحلم مفسر حاله.
ما قلت لك لا انسى نقاشك معي فتح لي جروحي. بقى هذا الاحساس بالوحده انا بدي اهدمه، وانت انت اللي لازم تساعديني. انا؟ ايه انت تلميذتي وابوكي صديقي، يعني المفروض انه انت وابوكي تقنعوا امك تدورلي على عروس. انا هون يمكن ما بعرف حدا بهالمدينه ممكن يساعدني بهالمساله غيركم. يعني انا رجل لي مركزي وسمعتي، وما احلاني اسال عن زوجي بشكل مباشر، ما احلاني واسال اصدقائي عن زوجي. ليش انخطف لونك عن سمدة؟ ها؟ انتو ساكنين بحارة شعبية، والحارة الشعبية يعني ناسها مفتوحين على بعض، كله بيعرف بعضه، فأمك إلا ما تكون بتعرف شو وحدي ممكن تناسبني. بعدين يعني أنا ما بديها تكون صغيرة كتير، يعني بديها تكون متعلمة ومرتبة وفهمان الدنيا، كمان مو شرط انها تكون ملكة جمال، كمان يعني ما تكون بشعة. بديها تقضي معي هالعمر، واذا الله اعطانا يعني هيك تعطيني ولد او اثنين. لا لا، انا بدي بنت، بنت مثل اللي شفتها من قبل. معقول؟ معقولة هذا هو الأستاذ صفوح؟ كأني عم اسمع طفل صغير عم يحكي. أثرت اهتمامك مو؟ حرام رجل مثله يحس بالوحدة، بس معقولة يطلب مني هالطلب؟ معناتها أكيد إنه حاسس فيي. يا ترى يا هدى، إذا تقدمت ليك بتوافقي؟ ماشي أستاذ صفوح، أنا حسألك أمي. طلع مجهودي على الفاضي. أنا بستأذن أستاذ صفوح. أنسي هدى. اسألي أمك، واسألي حالك قبل ما تسألي أمك. بيناسبكم سهر مثلي؟ ايه انا كنت عم بقصدك انت. لا لا جاوبي هلا، فكري بهدوء. اذا اقتنعتي انا بشوف الوالد. مع السلامه. تفضل اغا. اسلموا. يا رب. يا ابو هاني، شو وصفك انت ومدير السجن؟ ما في قصة؟ لا بلا في قصة، لانه بهالسرعة طلبك وبهالسرعة نقله لصالح على غير اوش، معناتها علاقتك معه قوية. بصراحة مدير السجن بيعرفه للأستاذ صفوح السيد. من وين صفوح السيد؟ محامي صاحبي من زمان، وبنتي عم تتدرب عنده بالمكتب. ايوه، يعني انت ما بتعرفه لمدير السجن قبل ما تجي لهون؟ لا بعمري شفته ولا شافني، بس بيكون الأستاذ صفوح هو حاكي له عني، لأنه الأستاذ صفوح مؤمن ببراءتي وهو اللي دافع عني. بقصد يعني الأستاذ سالم اللي بيشتغل عنده بالمكتب. ايه سيدي، مدير السجن ما وصاك تنقل له شو عم بيصير عنا بالقاوش أول بأول؟ يعني شو؟ شو يعني شو؟ يعني تنقل له كل شيء عم بيصير عنا هون. أعوذ بالله، أنا بشتغل هيك شغلات؟ أكيد. لا يا أبو حسان، أنت هيك عم تهيني. لا عم أسألك، لأنه أنا ما بحب حدا يضربني على نقرتي. فهمت عليّ؟
معناتها على هو حكيها ممكن يغدروا فينا نحنا كمان. أنا اللي مستغربه إنه واحد لخمة مثل صالح بيضحك بعقل شكيب وصياح. لأنه شكيب وصياح جسس على الفاضي، ما بتسمع شو بيقول لك المثل؟ جسة فيل وعقل عصفور. وأنت السادي جسم بغل وعقل برغوت. يعني برأيكم ما لازم نقول لأبو هاني لحتى ياخذ احتياطه؟ لا، للآغا ولا للآغا، ما بدنا نعمل مشكلة قبل ما نتأكد. عم بقلكن اني بيجوز عم يحكوا هيك من حرقان قلبهم. يا ابو سعاد الحقد مالي قلوبهم، وانت بتعرف الحقد شو بيعمل بالبني ادم. انا مع مصباح، هدول كلاب مسعورة ممكن يعملوا اي شيء. طيب فضوا واجهناهم ونكروا، بهيك حالة بصير امرهم مكشوف وما بيقدروا يعملوا اي شيء. يلي ناوي يعمل هيك شيء بيعمله هو مكشوف، خاصة هيك ناس. والحل؟ الحل إنه نعمل ترس حول أبو هاني، يعني نحن ثلاثة نضل محاوطينه طول الوقت. إيه وقت اللي بدنا ننام؟ وقت بدنا ننام واحد منا بضل صحيان مو كل الليل، يعني كل واحد ساعتين. لا ما شو عسكرية؟ مساء الخير. مساء الخيرات. مساء الخير. شو تأخرتي؟ لا أمي أبدا على الوقت. كيفك هاني؟ عايش. شو ما رد لكم خبر ابو دياب؟ نو. خلص اختي خلص، رشيق طلع اشطر مني. لا فشار. انا رايح عالشغل. وين وين رايح؟ هي طلع البس لك جاكيت ولا كنزلك. امي ماني بردان. امي حبيب قلبي بالليل بصير قرصة برد، بعدين الصيفية خلصت. صحيح والله يوم السبت دوام المدارس. أمي الله يرضى عليك، اطلع البس لك شي كنزل. إنه شو أختي شايفك طنشتي، ما عاد جبتي لي معك أكلات طيبة؟ لك تكرم عينك، بكرة بجيب لك، شو بدك أحسن من هيك؟ عن شو؟ ليش ما عدتي فتحتي شباك؟ لأني كنت زعلانة ومقهورة كتير، مرقوا علي يومين صعبين كتير يا هاني، ما عدت أعرف شو بدي ساوي. رشيق خطبك ما؟ ليش دريت؟ طبعا دريت، ليش ضل حدا بالحارة ما دري؟ يا رشيق طول النهار عم يزاحني مزاحني. المهم شو صار؟ أمي وافقت بس أنا وأبي لا. يعني؟ يعني أبي هلأ رح يحكي مع أمك وأختك مشان يجوا يحاكوا أمي ويتفاهموا معها. عن جد عتاب؟ ما بتصدق شو اللي صار يا هاني. تاري أبي اللي مخوفنا ومراعبنا طلع حبة سكرة، حكى معي بطريقة ما صدقت حالي، وتاري بيحبك كتير. الله يطمنك يا عتوبة، الله يطمنك. يا هلأ بروح على شغلي ونفسي مفتوحة. خاطرك عتاب. شو بهالسرعة؟ لسه ما حكينا مع بعض. لاحقين على الحكي لاحقين، بعد الحكي رح يصير موضة قديمة. بكرة بس لبسك الخاتم لا انت رح تشبع من شوفتي ولا انا رح اشبع من شوفتك. المهم هلا ما اتأخر عن شغلي لاني موظف جديد. اذا هيك مع السلامة. انت رح تصحى بكرة؟ انا بفيق متأخر شوي بس بترك لك الشباك حتى. لا 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 تتركه مفتوح تاخد برد. تصحي على خير. انت من اهله. ما بيغيب القمر ليه وجوب السما الغالية، ولا سهر انا ومحبوبي ليه وبشي عني جرالية. اخي ما في غير طريقة واحدة. لحظة يا سعاد، الظاهر انتو ما ناويين تقصروا الشر، لسانكم ناويين على الفيني. في ناس سمعوكم وانتو عم تتفقوا مع صالح منشان تغدروا بأبو هاني وقت من دير ظهرنا. هذا الكلام مردود عليك أبو دحام؟ نحن أبو جبنا لناخذ الناس غدر فمان؟ هلا انتو صار بيناتكم هيك اتفاق ولا لا؟ كذب. أنا سمعتكم بإذني.
أنا سمعت صالح عم بحرطكم على أبو هاني، وسمعت صياح عم بيقول مستعد يتحركش بأبو هاني ويعمل له قتلة قدام الحراس، صح؟ صحيح الحكي لك صياح؟ صحيح، لأنه واحد ابن مبارح ما بيصير يفرض حكمه علينا، ما بيصير ينقل رفيق لنا صار لنا سنين مع بعض. بس صالح بيستاهل. ولو ما أبو هاني اللي بنقله، أنت إيه، هو لا. شو جاب لجاب؟ لأنه ضارب صاحبي مع مدير السجن؟ يعني مصرين تتعرضوا لأبو هاني؟ ويكون قسما بالله اللي بدق أبو هاني الشوكة لدقه مسمار بين عيونه. شو اللي بيرضيكم صياح؟ أنت وشكيب. معلش خليني أفهم، إذا بدكم تضربوني تفضلوا، وبكون ندل إذا برفع إيدي بوشكم. في شغلكم خلصوني. الإيد اللي بدها تمد عليك والله لا أكسرها كسرت. شوف كل حكي. معلش معلش شباب خلوني أتفاهم معهم. هلا أنتوا زعلانين على صالح، بس مين اللي أصر على نقله؟ أنا ولا الآغا؟ يعني لو الآغا هو اللي حكى مع مدير السجن كنتوا أنتوا حتعادوا؟ أبو هاني لا تقيس حالك بالآغا، هو مسؤول الأوش مو أنت. إيوة بس أنا طلبت منه يقابل مدير السجن وينقله، بعدين تعوا لهو. أنت وياه من أمتى كنتوا تحبوا صالح؟ ومن أمتى كنتوا تغاروا عليه؟ ما طول عمركم هارين وقتلوا مسخرة، راح الدرفين واجت الخزانة. كل شي لحاله أخا. إيه لا مو كل شي لحال عمي. معليش يا أبو حسان، تحبوا تنتقلوا؟ وهالمرة أنا اللي راح أنقلكم مو أبو هاني. يا أخا ما بقى في غير الطريقة. معليش مصباح خليك على جنب حبيبي. شو قلت أنت وياه بتحبوا تنتقلوا؟ معناتها بتضلكم مؤدبين، وأي حركة بايخة مع أبو هاني أنا اللي راح أدبكم. لا ما ايش راح نقضي العمر النير والنار؟ تفضل عمي ابو هاني. شريف لنع من وشي لنع. صارت الساعة 11:30 وسامي لهلا ما اجى، لا هو بالبيت ولا اجى لهون. بجوز عم يدور على عبد الستار. شو رايك اني شارب ريحة مو نظيفة؟ منين جاي الريحة؟ فهمت عليك سيدي، بدنا نستنى، ما في قدامنا غير هيك. لك انت ما بتحمى بنو؟ بتضلك باري؟ هلا بيقول لي قلبي من جوا حامي. انبسطت؟ انبسطت شفيق افندي؟ هي ضليتك تنعق مثل البوم لحتى صار اللي خايفين منه. عبد الستار لعب لعبته. شو؟ اوعك تقولها. ان شاء الله رفض يرجع لنا الشركه. لا عم ينقلعن من هيك بكثير. ولك باع الشركه لواحد ثاني. ولي شو ولي؟ ولي ما بتكفي كلوب؟ انت عم تحكي جد سامي بيه؟ لا عم اضحك عم امزح. ولك عبد الستار باع الشركه وهجم من البلد. لك شو عم تحكي؟ خنجر قاعد بالضهر.
على الرجوع قلوبنا وليش الشقا يا ناس مزروع وسط دروبنا والبسمة بتطلع غصب وبينسرق محبوبنا ويا دوب مشينا العمر خلص العمر يا دوبنا